طبعا انجاز وانا سويته، ليش ما تباهى بي؟ انجاز وانا سويته، انا الوحيد اللي حكيت واللي فضحت هاي الشبكه، وهاي منال تمام اللي كانت الدنيا كلها ببغداد تخاف من عندها. دكتوره منال الدنيا كلها تخاف من عندها وتحسب لها الف حساب، كانت تقول انا لازم القضاء بايدي. هاي منال تدون هسه ورا ما انا فضحت الشبكه منال وين؟ زعيمة العصابة بالسجن، انحكمت سنتين على صكوك مزورة، وانحكمت البارحة انحكمت سنة من وراء هذا الفيديو، لأنه اطاولت في بصمة صوت على رئيس مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان المحترم، وطاولت على القاضي علي شفات المحترم، وتجاوزت عليهم وأنا الوحيد اللي فضحتها. فالبارحة انحكمت بسبب هذا الفيديو. شغل رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم، خلي يسمع يشوف ايش دا يحكن بلسانه وايش دا يقولن، خلي يسمعون العراقيين، خلي يشوفون ايش دا يسوون. اسمع، ارتب مقابله الفايق زيدان واخذك واروح، اقول له انا الدكتوره المقصوده، وانا اللي تقول عندهم عصابه، وانا اللي تقول فلان شيء، حتى اخذك وانطب. وهاي احنا ناس عقال وراكزين، شنو احنا هسه شكلنا مال مكبسلين مال مخدرات؟ احنا ناس نشتري بالعقار، ناخذ هاي ندوخهم هاي الاوراق والكذا، هاي هذا العقار ندوخهم. سمعت؟ ندوخهم. منال يمي المخرج انسطر، المخرج انسطر. انا هناك بالذاك الفيديو صيح اوقف اوقف، عمال انا دا اقول له اوقف. زين هسه منال انحكمت سنه بسبب هذا الفيديو، تمام؟ وهذا الفيديو مو بس هاي البصمه عندي، لا، لأنه لازم يعرفون ما حد يندق بالقضاء. كافي دا تستغلون مواد قانونية حتى تلصمون وتسكتون العالم اللي تحكي. والدليل أنا علي يوميا أكو دعوة قضائية، 71 دعوة قضائية علي، واليوم وصلني دعوة أمرين إلقاء القبض، صاروا 11 أمر إلقاء القبض. واني ما دا احكي شيء بدون دليل، ولا دا اسوي شيء بدون دليل، فخلي يكون بعلم اكبر واحد، اني ما اخاف لسبب واحد، لانه ما احكي بدون دليل. وهذا الكلام اغلب القضاة والله العظيم من يباوعون دعوة على قحطان يسويها وهو ممتعض، ويوصلني الكلام لا عبالكم، يوصلني هاي الدعاوي الكيدية والله العظيم. لما مرات أتواصل ويا قاضي يقول لي قحطان لا توقف لا توقف، ما دام عندك دليل ووثيقة هاي دعاوي كيدية، هاي هيك ما تسوى، لا توقف لا يهزوك. فألف تحية للقضاء العراقي، ألف تحية لكل قاضي شريف. انطيني حتى اعطيهم اللي بعد. ها اوقف اوقف اوقف، خليك 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 خليك. وارد اقول لكل العراقيين انه مو بس منال اللي تحكي كانت باسم القضاء، لا، اصحاب وشركاء دكاتره مستشفى المختار، عندي ادله عليكم انه انتم شلون فضحتكم. تتذكرون عندي ادله عليكم شلون تحجون باسم القضاء والقضاة. والله والله العظيم بس أتأكد من مصدر البصمة وصحتها وما مزورة، والله العظيم لا أكشفها هنا أمام الرأي العام، مثل ما فضحت منال وهسه بسبب البصمة اللي أنا فضحتها انحكمت سنة البارحة. طيني اللي وراه، شغل
لاحظ. اقول له انت تعرفني سياده الرئيس من زمان، انا اجي كان عندي مستشفى وعندي قطع، هاي القطعه متملكتها بسنه 2021، هذا بال 17، هذا بيتي مال زيون انا مشتريته بال 2010، هاي السندات اللي عندي زين، الله كل السندات عندي منها نسخ، انا ما ابيع واشتري واسوي قروض. كل لاحظ اقول له انت تعرفني سياده الرئيس من زمان، هاي هدا تسولف ايه اعطيني اللي وراه بعد عندها شكو صوره عندها اعطيني اياها شغل. ارتب مقابل الفايق زيدان واخذك واروح اقول له انا الدكتوره المقصوده، وانا اللي تقول عندهم عصابه، وانا اللي تقول فلان شي، حتى اخذك وانطب. وهاي احنا ناس عقال وراكزين، شنو احنا هسه شكلنا مال مكبسلين مال مخدرات، ناس نشتري بالعقار ناخذ هاي ندوخهم هاي الاوراق والكذا، هاي هذا العقار بعناه وهذا اشتريناه وهذا بعناه ونبيع ونشتري. ارتب مقابل الفايق وين اللي وراه بعدكم مو الها؟ تو اروح لعلي حسين شفات، بس من اروح لعلي حسين شفات وحدي بدونك انت شو تقولين؟ امش نروح الفايق، امش نشق الشفن، خلينا نقلب الدعاوى عليها، احنا نطلع منها مثل الشارع. هاي البصمات اللي فضحتها وكشفتها للراي العام ارجع لي، وبسببها ارجع لي الفيديو الاول مالتها، وبسببها منال انحكمت سنه، والعصابه تطشرت والعصابه تفلشت. راح يسألون الناس هو شنو الموضوع، خافوا حد ما يدري. منال كانت ويا أطباء زعيمة مال عصابة غسيل الأموال، ومباقت فلوس يا أبو فلوس، وهسه منال والعصابة مالتها اتطشروا تمام، والحمد لله والشكر، الفضل يعود لرب العالمين وللعبد المسكين اللي فضحهم.